التي لها خلف. مشاهدينا أهلا بكم في عدد جديد من حصتكم نقاش مفتوح. الأبرز في أحداث اليوم: توقيع رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 4 جويلية المقبل، وتواصل المسيرات الشعبية الرافضة لتولي السيد عبد القادر بن صالح مهام رئاسة الدولة. ما ميز المشهد اليوم؟ الخطاب الهام للفريق أحمد قايد صالح الذي جدد فيه مرافقة الجيش الوطني الشعبي للمرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الرئاسيات المقبلة، وحرصه على الوقوف والانحياز للشعب لتلبية مطالبه المشروعة. كما نبه وحذر السيد الفريق من خطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية التي لها خلفياتها التاريخية بضرب استقرار البلاد، وعليه دعا الجميع إلى اتباع نهج الحكمة والرصانة وتغليب المصلحة العليا للبلاد، كما ذكر بالدور العدالة في المرحلة المقبلة التي ستعمل على المتابعة القضائية لمن وصفهم بالعصابة ممن تورطوا في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق شرعية. ولتحليل هذه المستجدات وسياقاتها نسعد بأن يكون معنا السيد خضري حمزة، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيلة. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. شكرا. نسعد أيضا بأن يكون معنا الدكتور محمد العقاب، وهو أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر 3. أهلا بك دكتور. شكرا. ونسعد أيضا بأن يكون معنا في بلاتو نقاش مفتوح اليوم البروفيسور الدكتور محمد الطيبي. أهلا بك. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. وبداية نتوقف مع التقرير التالي للزميلة منية أحمد حراش في قراءة لأهم ما جاء في خطاب رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، نتابع ثم نعود. في خطابه الأول للأمة عقب توليه مهام رئيس الدولة، التزم عبد القادر بن صالح بتنظيم الانتخاب الرئاسي في مدة أقصاها 90 يوما، وهي فترة توليه مهام رئاسة الدولة بمقتضى أحكام الدستور الجزائري. الموعد الانتخابي الهام، ستوكل مهمة تنظيمه إلى هيئة وطنية جماعية سيدة ستتكفل بتوفير الشروط الضرورية لضمان نزاهته وشفافيته، أكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي تعهد بأنه سيلتزم باستحداث هذه الهيئة بالتشاور مع مختلف أطياف الطبقة السياسية والمجتمع المدني من باب الأولوية والاستعجال. رئيس الدولة أكد تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهمتها بكل حرية ومرافقتها، داعيا الجميع إلى تجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي يكون في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساس، وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة. رئيس الدولة وفي خطابه للأمة أكد حرصه على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة وصياغتها في أقرب الآجال بمساهمة الطبقة السياسية والمواطنية المدعوة للمشاركة والإبداع والثقة من أجل بناء هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا سيكون في مستوى وتطلعات الشعب الجزائري. رئيس الدولة دعا إلى تجند الجميع لمجابهة الرهانات العاجلة، معتبرا أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة سيمكن من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الآجال الدستورية وإرساء نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام للجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديمقراطية والعدالة والتنمية.
إذن وأول قرار لرئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، وهذا وفقا لالتزاماته التي تضمنها خطاب الأمس، هو استدعاء الهيئة الناخبة، وهذا تحضيرا للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع جويلية. ربما أول تساؤل ممكن أن نطرحه هو قراءتكم السيد خضري لهذه الصيرورة للحل لهذه الأزمة في نطاقها الدستوري. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن خطاب السيد رئيس الدولة جاء في وقت يعني يشهد نقاش حول محورين أو حول حلين للأزمة. هناك من يطرح سواء في أحزاب المعارضة أو حتى في بعض جمعيات المجتمع المدني أو حتى في الحراك نفسه يطرح أطروحة أن الحل لابد أن يكون سياسيا محضا، ويدعو إلى مرحلة انتقالية بأسلوب سياسي بطريقة يؤسس لمجلس رئاسي أو لشخصية وطنية تقود الدولة. وفي الحقيقة أن هذا الطرح هذا من واجبنا اليوم أن نبين أن هذا الطرح يكتنف على مخاطر. أهم المخاطر التي ربما تترتب على هذا الطرح هو الفراغ الدستوري. لما نتكلم على مرحلة انتقالية خارج إطار الدستور معناها أن الجزائر ستدخل في الفراغ، وبذلك ربما سندخل في نقاشات وفي إشكاليات نعرف بدايتها لكن لا يمكن أن نتوقع نهايتها. عندما يطالب البعض سيدتي بشخصية ذات توافق سياسي أو مجلس رئاسي، السؤال المطروح من يعين هذه الشخصية؟ هل يعينها رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية غير موجود. تعينها المعارضة؟ لا يمكن أن تحظى بتوافق حول شخصية معينة وليست لها الصلاحية. يعينها الجيش؟ الجيش يؤكد يوما بعد يوم أنه ملتزم بمهامه الدستورية. وحتى إن اتفقنا على طريقة تعيين هذه الشخصية فإننا لا نتفق، لا يمكن أن نتفق على من هي هذه الشخصية. لذلك خطاب رئيس الدولة جاء ليؤكد أن الحل لابد أن يكون في إطار الدستور. لذلك أول فقرة جاءت في خطاب رئيس الدولة هو أنه بيّن صفته أو عرض صفته على الشعب بأنه تولى هذا المنصب استنادا على الدستور. المادة 102 في 3 أفريل اجتمع المجلس الدستوري وأثبت حالة الشغور. في 9 أفريل أخطر المجلس الدستوري، هذا ولد في أول كلمة لرئيس الدولة. في 9 أفريل تم إبلاغ البرلمان بحالة الشغور، وبالتالي تولى بناء على المادة 102. يعني دائما في الآليات الدستورية. نعم. الدكتور العقاب معذرة، تولى رئاسة الدولة طبقا للمادة 102. هناك 3 نقاط أساسية يعني وردت في خطاب رئيس الدولة يمكن أن أعلق عليها. النقطة الثانية هو التزامه بتنظيم الرئاسيات خلال 90 يوم، وتأكد اليوم باستدعاء الهيئة الناخبة. النقطة المهمة هو أنه ورد في الخطاب أنه ملتزم بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، بمعنى أننا هناك إرادة للذهاب إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بالدعوة إلى حوار سياسي من أجل التوافق. نعم، على هيئة. أيضا نقطة مهمة هيئة مستقلة، هي التشاور مع الأقطاب السياسية وكذلك المواطناتية. دكتور العقاب، يعني قراءتكم لهذه الخطوة الأولى ضمن المسار الدستوري لحل الأزمة التي تشهدها الجزائر؟ أولا يعني عندما نتتبع يعني الظروف يعني منذ بداية الحراك إلى يومنا هذا نجد أن اللجوء إلى تطبيق المادة 102 يعني هذا هو يعني ما كاش كي نقولوا المادة 102 معناتها أنه رئيس الدولة بالنيابة وظيفته يستدعي الهيئة الناخبة لتنظيم انتخابات بعد 90 يوم، إذا ما فيش اجتهاد، هذا هو النص تم تطبيقه بحذافيره. الآن تنظيم الانتخابات راح يكون في ظروف يعني غير عادية، لأنه كثير من المؤسسات كانت موجودة ثم حلت، ولا يمكن تنظيم انتخابات إلا بها. وهنا جاء التعهد الثاني والالتزام الثاني اللي هو لابد أننا نشكل هيئة ولا لجنة، هو اسمها هيئة جماعية أعتقد، هيئة جماعية ذات سيادة، قال ذات سيادة وقرارات ذات سيادة. هذه هي اللجنة لتنظيم الانتخابات. نتمنى أنه تشرك فيها المعارضة وتشرك فيها القضاة وتشرك فيها شخصيات طبقا للمادة 194 اللي راهي موجودة. ومع ذلك هذه
هذه ما نظنهاش كافيه. وعلى هذه رئيس الدوله نفسه يعني زاد دار اضافه وقال ان نزودوها بالاليات. انا رانا نتوقع انه الاليات هذه اللي راهي جايه 7 و8 من لا بعيدا على هذه، انا نتوقع انه الاليات في هذه اللجنه نفسها عندما تكلم عن اللجنه انا نتوقع يزيد يعززها باليات، وهي منحة الصلاحية الواسعة لتنظيم الانتخابات حتى تكون شفافة، ولما لا حتى يعني اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية عن طريق 3/4 البرلمان. قضية أخرى نحب نشير عليها هو أنه الذهاب رأسا إلى تطبيق المادة 102. هو أولا كان تقريبا خيار أو توجيهات أو اقتراحات المؤسسة العسكرية، ويعني منذ البداية تمسكت بهذا الخيار، وفي النهاية هذا الخيار الذي لاقى طريقه إلى التنفيذ. لو نرجع إلى المقترحات التي كانت مطروحة للأزمة، نعطيك مثلا كانت أربعة. الخيار الأول هو الذهاب إلى تطبيق الدستور المادة 102. بالنسبة للمعارضة قدمت مجموعة من الاقتراحات، نقولها لك الآن. بمعنى واحد أخر أن حتى المعارضة مش مقترحة مش متفقة على حل واحد. مثلا حركة المجتمع سين تقول لك نعين شخصية توافقية. يجي المعارضة اللي اجتمعت في بيت جاب الله يقول لك نختار هيئة قيادية من 5 شخصيات. الار سي دي يقول لك 3 نقابي واستاذ واعتقد المهم شخصيه ثلاثيه. اذا دوك يرحم والديكم كاين 4 خيارات مطروحه، ربما الخيار اللي نخيروه يتعرض الى النقد، وبالتالي في النهايه انه الاحتكام الى الدستور هو الخيار الامثل. وعندما نربط يعني بين هذا الخيار وبين التشريح اللي قام به اليوم قائد الاركان سوف نعود الى السرعه فقط ما نشرحوش يعني عندما نعود الى وجده في كلمه اليوم قائد الاركان يعني نشعر بان العوده السريعه الى الحياه الطبيعيه للجزائر اصبح امرا ضروريا. نعم. فقط انه هذه الامور هذه لابد ان تكون يعني بالتشاور مع الطبقه السياسيه. نعم سيد طيبي، يعني قراءتكم لهذه السيروره للعمليه المرحله الانتقاليه، يعني اول قرار الذي يتخذه رئيس الدوله السيد عبد القادر بن صالح هو تنظيم انتخابات رئاسيه واستدعاء الهيئه. حراك لسيروره هذه الاحداث، وفي المقابل كان هناك يعني حراك مسيرات شعبيه تطالب يعني برفض بن صالح كرئيس دولة، يعني هل الاسم سوف يغير من معطيات ما هو متوفر اليوم من حل دستوري دكتور؟ إيه صحيح، في واقع الأمر يجب أن نقول أمرا مهما، وهو أن السيد رئيس الدولة الذي الأقدار وضعته في موقع دستوري ألزمه بأداء المهمة الدستورية، لأنه الآن هو في مرحلة مهمة دستورية وإكراهات سياسية، ومن هذا الباب فهو مرتبط بما تقتضيه الدولة من إجراءات وما تقتضيه أيضا مطالب المجتمع من قيم في الحرية وفي العدالة وفي غير ذلك. اعتقادي أن المادة 102 وإن كانت تظهر إجرائية وتنظيمية لعملية تواصل الدولة والتمسك بالمؤسسات هي في الأساس عملية سياسية، إنما عملية سياسية دستورية تضمن سياسة الدولة في تسيير الشأن العام من ذهب الجبل هي سياسية. أما المادة 7 و8 فهي مواد معيارية تعطي شرعية العمل السياسي من الإرادة الشعبية، وهذا أمر كيف يمشي أن لازم نطرح كيف نعبر عن هذه الأمور عن طريق الآليات التمثيلية. شو هي الآليات التمثيلية؟ هي آليات انتخابية، وما سألتي هو خطوة أولى نحو الوصول إلى ترسيخ فكرة أن الشرعية تأتي من الانتخابات، وهذه الشرعية عند مثل ما جاء في الخطاب تقوم على تشاور وفكرة التوافق في تأسيس الهيئة. هنا تدخل السياسة من جانب تعبير عن إرادة نتاع المادة 7 و8. إذا فسيد رئيس الدولة الآن يمشي وفق خطة عمل خارطة طريق واضحة تضمن سيرورة الدولة وتحتوي إرادة شعبية من خلال النقاش من خلال والاختلاف أيضا. وفي النهاية هذا القرار الذي ظهر في وقته يعطي المصداقية للخيار نتاع المادة 102، كما أنه أيضا في تصوري يؤدي بالمجتمع في حركيته إلى التفكير والخروج عن الاندفاع، لأن
أن تقبل فلان أو ترفضه ليست هذه هي المشكلة. المشكلة ماذا تبني بعد الأزمة، يعني لا تهم الأشخاص بالقدر ما تهم يعني نتيجة لأن الفكرة العمل الذي الفكرة الجوهرية الفكرة الجوهرية هي في بقاء الدولة تشتغل مع المجتمع، تسمع له، تخاطبه. ولهذا في تصوري أن الآن رئيس الدولة الحالي وظهوري في هذا المعترك المعقد والصراعات يحتاج في تصوري، وهذه كانت الخطوة الأولى في الخطاب نتاعه، يحتاج إلى ما يمكن أن نسميه بالفرنسية أن أوفر دو ديسكور بوليتيك كونسنسويل، لخطاب سياسي توافقي مقنع يسهم، وليس هو واحد فقط يسهم، يسهم من خلال وإن اختلف الطبقات السياسية، يسهم في صناعة ما يمكن أن 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 نوصفه بالثمار الأولى للعهد الديمقراطي الدستوري الذي سيترسخ في الانتخابات ويخرج رئيس شرعي للبلد يقي السيرورة ويقوي الدولة وتفتح الوراشات الكبرى. نعم، وفي سياق يعني تفاعلات الطبقة السياسية مع خطاب رئيس الدولة نتابع انطباعاتهم في هذه في هذا التقرير ثم نعود. نحن ندعو إلى مراعاة يعني هذه الهبة العظيمة للشعب الجزائري وهذه وكرامة الجزائريين، لأن نحن كأننا نعيش يعني محاولة لعودة النظام السياسي من جديد. يعني المشكلة بالنسبة للمواطنين بالنسبة للجزائريين لم تكن فقط العهدة الخامسة، بل تغيير النظام السياسي والانتقال إلى جزائر جديدة تكون فيها ضمانات. الآن الجزائريين يطلبوا تغيير نظام، ما يطلبوش خلافة رئيس جمهورية وفقط. فتغيير النظام يمر من إنشاء مجلس دولة برجال ووجوه متوافق عليها من الجميع، ومرحلة انتقالية في تحت ظلها نعود نشوفوا كل القوانين ونهيئ الشروط لانتخابات تكون شفافة وحرة، ثم بعد ذلك الجزائريين يختاروا الرئيس الشرعي الذي يأتي من خلال تعبيرهم الحر والديمقراطي. الكل أكدوا على أن الحل يكون في المادة السابعة للشعب هو صاحب السلطة، معنى أننا قادرين نبقى في روح الدستور ونجد آلية أخرى يعني لتمرير هذه المرحلة القادمة، وهي لابد من مرحلة انتقالية. فرضا مشينا في هذه المادة 102 ثلاث شهور، من المستحيل أنها تصلنا إلى تنظيم انتخابات. نقترح في حركة الإصلاح الوطني توسيع الحوار من أجل الوصول إلى توافقات سياسية واسعة حتى تضمن انخراط الجميع في هذا المسار الانتخابي المقبل. النظام الحكم يعتبر الشعب الجزائري قاصرا ويقوم يعني لأخذ القرارات في مكانه. كذلك نلاحظوا أنه للمرة الألف النظام الجزائري يثبت أنه لا توجد إرادة سياسية في التغيير، بل بالعكس يريد أن يضعنا أمام سياسة الأمر الواقع. لقد أثبت إذن أن اللجوء للمادة 102 لتعويض الرئيس المستقيل هو يعني بصفة مباشرة أو الهدف نتاعو الوحيد وهو إنقاذ هذا النظام التعسفي، إنقاذ هذا النظام المضطهد من خلال مصادرة الإرادة الشعبية وسيادة الشعب. جبهة المستقبل كمؤسسة سياسية كمؤسسة قانونية أولا ترتاح لمرحلة انتقالية بمعالم وإجراءات دستورية. شيء الأكيد تولي السيد عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة انطلاقا من الدستور كإجراء. الآن نحن أمام مرحلة انتقالية يفترض أن تكون دقيقة الإجراءات ومحددة الزمن. الهدف رقم واحد هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية حقيقية شفافة. يريد الشعب أن يحقق تلك الأمنية التي قالها رئيس قائد الأركان من قبل، الجزائر قوية بشعبها وآمنة بجيشها.
إذن كانت هذه ردود فعل أحزاب سياسية، وكما ذكر الدكتور العقاب ونعلم جميعا أنها تختلف من حزب إلى آخر ووفق رؤية كل حزب لمستجدات الساحة. السؤال يعني موجه للجميع للتدخل، وهو ما قراءتكم لهذه الاختلافات الموجودة في الطرح سيد خضري؟ أنا أكدت في البداية أن الطروحات السياسية متعددة، كل حزب سياسي، كل شخصية سياسية تقدم طرحا سياسيا يختلف عن الطروحات السياسية الأخرى، وبالتالي الوصول إلى توافق يعني الخروج أو الدخول في مرحلة انتقالية خارج أحكام الدستور، قلت قد يدخلنا في إشكاليات وفي نقاشات ربما نعرف بداية المرحلة الانتقالية لكن لا نعرف نهايتها، لأنه من الصعب جدا إحداث توافق خارج أحكام الدستور. لذلك أنا أعتقد من وجهة نظري أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتم في إطار أحكام الدستور، يجب أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة في مدة أقصاها 90 يوما، وهو الذي حصل اليوم باستدعاء الهيئة الناخبة. نعم. فقط سيدتي بخصوص هذه الهيئة التي ستنظم الانتخابات، فقط أوضح مسألة دستورية، أن الهيئة التي ستنظم الانتخابات ليست هي الهيئة المنصوص عليها في المادة 194 من الدستور، يعني اللي كانت تسمى بهيئة رقابة الانتخابات. لماذا؟ لأنه تعديل الدستور في هذه المرحلة الانتقالية مستحيل. الدستور يمنع على رئيس الدولة أن يبادر بأي تعديل دستوري سواء عن طريق البرلمان أو عن طريق الاستفتاء، ومع ذلك هناك حلول في إطار أحكام الدستور لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات. إذن الدستور يحمل حلول سياسية ضمن أطر دستورية. نعم. ويحمل حلولا قانونية لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات منصوص عليها في المادتين 136 من الدستور و 141 من الدستور. المادة 136 تعطي لبعض الأشخاص أنهم يبادرون باقتراح قانون، والمادة 141 تنص على أن نظام الانتخابات يمكن أن يكون محل قانون عضوي يصدر من البرلمان. لذلك اليوم الباب مفتوح أمام المعارضة، أي كتلة سياسية ممثلة في البرلمان عندها 20 نائب في البرلمان بإمكانها أن تقدم لنا مشروع اقتراح قانون حول هذه الهيئة. لكن هناك من يدعو إلى رحيل النظام، يعني عندما نقول رحيل النظام يعني رحيل كل المؤسسات. سيدتي احنا هذه الأدوات الدستورية مادام موجودة، وكما تفضل الأستاذ العقاب في أكثر من مناسبة، يجب أن ترافق بحلول سياسية، لأن الحراك اليوم أو الشعب أصبح لا يثق في المؤسسات القادمة أو لا يثق في المؤسسات القائمة. احنا فقط نستعمل الأدوات الدستورية مادام أنها متاحة، ونرافق هذا الإحداث أو هذا الإنشاء لهذه الهيئة بحوار سياسي بين الأحزاب السياسية، بين ممثلي الحراك، وبين فعالية المجتمع المدني. ما أردت الوصول إليه أن الدستور بشرعيته المعطوبة، بالاختلاف حول عدم تمثيله لرأي وطموحات الشعب، على الرغم من كل هذا يوفر لنا أدوات للمرور بسلام بمرحلة انتقالية في ظل أحكام الدستور، بالضرورة أو مع ضرورة فتح نقاش سياسي حول مضمون هذه القوانين التي ستصدر خلال المرحلة الانتقالية. نعم دكتور. نعم. طيبة، ثم بعد ذلك أعود لك دكتور. لأنه التصريحات التي صدرت عن قادة الأحزاب تفسر من زاويتين، إذا كان هذه التصريحات والقناعات نابعة من تكتيك سياسي حزبي فهو يمثل رأي ويمثل وجهة نظر، وهي تحترم من هذا الباب، وهي أيضا أداة في العراق السياسي الموجود الآن من أجل الضغط، من أجل أن تكون الانتخابات انتخابات حرة وديمقراطية، وهذا فضل قد يعود لهم إذا تحقق، وقد يكون أيضا أدوات للتأثير في المخرج الديمقراطي للأزمة، وهذا أيضا شيء جميل جدا ونؤيده. أما إذا كانت الفكرة وراءها نكران أو تنكر للمسار المؤسسي والدستوري، إذا كانت هذه الفكرة، فإن الآن ما بقيناش في مسألة معارضة سياسية، بقينا في مشروع آخر أداته هو تكسير ما أسس وإعادة النظر من جديد، وهذا ليس بالضرورة مطلب الجماهير التي خرجت من أجل التغيير
ومن أجل التطهير ومن أجل بناء دولة جديدة على أساس بناء الدولة القديمة. وبالتالي الآن يجب أن نفكر في السياسة بطريقة حكيمة. وأنا اليوم سمعت قريت رسالة تاع الدكتور طالب الإبراهيمي في الشبكة الاجتماعية، قرأتها كاملة. وبالتالي إن أتت الفكرة والحكمة من رجل مثل الدكتور طالب الإبراهيم فهي منارة لوعينا، وهي توجيه لشبابنا، وهو برهان على أن الطبقة السياسية الجزائرية كلها على اختلاف مشاربها وأفكارها هي متمسكة بالدولة وبصيرورة الدولة. وأنا أقولها من هنا، كل واحد يمس مشروعية الدولة كدولة، السلطة السياسية تمشي ولا تعود إن أراد الشعب ذلك. إنما الدولة بمؤسساتها من يعيد النظر أو يتنكر لها فأعتقد أنه هو له برنامج آخر، لا أعتقد أنه يتلاقى مع مشروع الحراك المجتمعي في البلد. نعم دكتور العقاب. أنا نحب نشوف الإضافات لما تفضل به الأخوين، هي استمعنا إلى تصريحات يعني 4 أحزاب أو 5 أحزاب، الجزائر فيها 70 حزب، هذه 4 أو 5 كل واحد عنده وجهة نظر معينة. هذه وش معناتها؟ معناتها أن التوافق هذا يعني حلم، مستحيل. نعم توافق حلم، وبالتالي إذا ما اشتغلناش في إطار الدستور اللي هو قاعد عنده القدرة على بكل عيوبه كما تفضل الأستاذ، اللي عنده القدرة على تنظيم انتقال ديمقراطي سلس أو على الأقل الخروج من هذه الأزمة بطريقة سلسة، يعني التوافق هذا من المستحيل. نعم. أننا نوصل له، وبالتالي العمل خارج الدستور ونركض وراء الأوهام ببناء ما يسمى بتوافق حول حلول سياسية، أنا أعتقد أننا نضيع في الوقت، مستحيل أننا نوصل إلى هذا التوافق، بدليل أن 4 أحزاب ولا 5 كل واحد عنده وجهة نظر. وجهة نظر نعم. إذن على هذا الأساس نعود نخلص إلى أن التمسك بالحلول الدستورية هو الحل المثالي. نعم. ومتابعة لأحداث المشهد اليوم، هو كما ذكرنا في بداية الحصة وهو الخطاب الهام للفريق أحمد قايد صالح الذي جدد فيه مرافقة الجيش الوطني الشعبي للمرحلة الانتقالية، وكذلك تنبيهه وتحذيره من خطورة محاولات بعض الأطراف الأجنبية التي لها خلفيتها التاريخية لضرب استقرار البلاد. نتابع التصريح التالي. ومع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار مسيرات سجلنا للأسف ظهور محاولات لبعض الأطراف الأجنبية انطلاقا من خلفياتها التاريخية مع بلادنا لدفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسب لقيادة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخططهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد من خلال الرفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى فراغ دستوري وهدم مؤسسة الدولة، بل كان هدفهم الوصول إلى إعلان الحالة الاستثنائية، وهو ما رفضناه بشدة منذ بداية الأحداث. فمن غير المعقول تسير مرحلة انتقالية دون وجود مؤسسات تنظم وتشرف على هذه العملية، لما يترتب عن هذا الوضع من عواقب وخيمة من شأنها هدم ما تحقق منذ الاستقلال إلى يومنا هذا من إنجازات ومكاسب تبقى مفخرة للأجيال. ولإحباط محاولات تسلل هذه الأطراف المشبوهة بذلنا في الجيش الوطني الشعبي كل ما بوسعنا من أجل حماية هذه الهبة الشعبية الكبرى من استغلالها من قبل المتربصين بها في الداخل والخارج، مثل بعض المناصر التابعة لبعض المنظمات غير حكومية التي تم ضبطها تلبسة، وهي مكلفة بمهام اختراق مسيرات سلمية وتوجيهها بالتنسيق مع عملائها في الداخل. هذه الأطراف التي تعمل بشتى الوسائل لانحراف هذه المسيرات عن أهدافها الأساسية لتحقيق مخططهم الخبيثة التي ترمي إلى المساس بمناخ الأمن والسكينة
الذي تنعم به بلادنا. نقاش مفتوح، تعليقاتكم على هذا التصريح، يعني عندما يتحدث السيد الفريق عن حماية الجيش الوطني للحراك، محاولات بعض الأطراف لاختراقه، يعني محاولات أيضا بعض الأطراف للفراغ سعيها إلى تطبيق يعني حالة الشغور أو الفراغ الدستوري، يعني هي أمور يعني خطيرة. لديهم معلومات يعني عن هذا السياق، يعني لا يتكلمون من فراغ. بالضرورة أن مصالح البلد أمنية أو جيش أو حتى السياسيين مفروض تكون عندهم المعلومات عن المستور. إنما في الخطاب، في هذا الخطاب نتاع قائد الأركان، أولا ثمن الحركة الحراكية كقوة مطلبية تغييرية إيجابية وليست مصدر قلق أو شك عند المؤسسة العسكرية. هذا الشيء، هذا ترابط. النقطة الثانية في تصوري في هذا الخطاب هو أنه كشف الستار عن اللعبة المستورة التي نراها، يراها المتخصصون وليس العاديون، يراها المتخصصون في بنية الخطاب التي تظهر مثلا في الشبكات الاجتماعية، نراها بشكل جيد، ونرى الأسماء التي تحرك وتتأقلم مع سيرورة هذا الحراك، وإعطاء في كل مرة إعطاء شعار. هذا الشعار يهيج أحيانا، إنما من أجل ماذا؟ من أجل بقاء هذه المجموعات، حتى لا أقول كلمة أخرى، مرتبطة بالإرادة التغييرية عند الجزائريين. وبالتالي الخطاب هذا قد نسميه خطاب برامجي في السياسة، وقد نسميه خطاب تحذيري في الأمن، وقد نسميه أيضا محاولة من قائد الأركان في ما معنى مصاحبة، في مصاحبتي، شو معنى مصاحبتي المسار لاكومبانيمون دي بروسيس، بمعنى أن الجيش لن يدخل ولا يتدخل ولا يوحي، إنما الجيش حارس وضامن لتلبية المطالب، وممكن نتكلم بعدين في الملف بتاع الفساد. وحامي أيضا عندما يتحدث عن حماية هذا الحراك الشعبي، حامي الحرك وحامي البلد، لأن الناس الآن ليسوا أغبياء. ما فيش الآن، عندما نقرأ لا جيوبوليتيك أكتوالمون أون موفمون، الجغرافيا السياسة المتحركة، قولي لي بلد عربي واحد ما دايرش به بعض القوة العظمى ومعها الدول الخادمة، خاصة أنه في الأسبوع، يعني الأسبوع الأخير يعني بدأت شفت التشكيلات تكتشف هذه التلميحات، إلا الذي لا يريد أن يرى. وبالتالي الناس اللي يقول لك التخويف، هذه سجادة في الفكر السياسي. الجزائر كبيرة وعظيمة وكل واحد حب يكون له موضوع قلم. ممكن نعود التفسير؟ نعم، سوف نعود إلى هذه. دكتور خضري، أنا أعتقد أنه السيد قائد الأركان وجه ثلاث رسائل اليوم. الرسالة الأولى هي رسالة طمأنة للشعب الجزائري وللحراك بأنه يرافق هذه المرحلة الانتقالية الدستورية، وأنه الضامن لتطبيق المادتين 87 من الدستور، وكأنه أراد أن يقول للحراك في المدن والقرى والولايات بأنني الضامن بمصاحبتي وبمرافقتي لهذه المرحلة الانتقالية الدستورية في إطار المهام المنوطة له بموجب المادة 28 من الدستور. الرسالة الثانية هي رسالة توعية إن صح التعبير، بأن في غمرة الحراك، في غمرة الحماس، الشباب شباب الحراك أراد أن يوعيهم بأن هناك أطراف داخلية وخارجية تريد أن تستثمر هذا الحراك من أجل تنفيذ بعض الأجندات الخاصة. وإحنا لما نسمع هذه الكلمة من السيد قائد الأركان، هناك فرق لما يتكلم قائد الأركان وفرق بين عندما يتكلم السياسي. قائد الأركان راه يعني قائد مؤسسة عسكرية، عنده مخابرات، عنده أجهزة أمنية، وبالتالي المعلومات عنده صحيحة بأن هناك أطراف في الداخل أو في الخارج، وأشار إلى بعض الأطراف يعني أعداءنا التاريخيين يريدون ربما استثمار هذا الحراك لتنفيذ أجندات التي تخدم مصالحها. الرسالة الثالثة والمهمة في تقديري أنه أكد للشباب أن
عملية أو محرك التغيير قد بدأ بقوة، وأن القضاء استرجع صلاحياته، وأنه وأن له السلطة الكاملة في معاقبة كل من سولت لهم أنفسهم اللعب بالمال العام، وربما ذكر بعض القضايا. سوف نعود إلى التصريح الخاص ب يعني عمل العدالة. السيد العقاب، أنا من خلال متابعتي للخطاب يعني شعرت أنه تشخيص مخيف، فعندما يتعلق الأمر بمحاولة دول زعزعة استقرار الجزائر فهذا أمر مخيف صراحة. وليس الدول فقط، لأنه عندما تكون الدول الفريق قايد صالح عندما تكلم في الخطاب تاعه في الأخير كان دار إشارة إلى الوضع الإقليمي. إذن محاولة دول تدخل في الشأن الداخلي لزعزعة الاستقرار، زيد الوضع الإقليمي اللي عندنا مثلا يجري الآن في طرابلس. في طرابلس وين مش جزائريين اللي وصفوها، مثلا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي يقول أن المستهدف من خلال معارك طرابلس هي الجزائر. إذن هذا أمر خطير. ومعروف علاقة حفتر مع كثير من الدول الأجنبية خاصة فرنسا وبعض الدول الأخرى. زيد عندما تكلم مع المنظمات الدولية وقال ضبطناهم يعني إذن هم يتكلمون في الفيسبوك. لا، المهم المنظمة الدولية، احنا نعود نرجع شوية إلى الوراء، كاين معاهد أجنبية منها المعهد الديمقراطي الأمريكي، يعني وين داروا دورات يعني تكوينية لمجموعة من الشباب ليس فقط الجزائريين، في مجموعة من الدول العربية حول كيفية استغلال شبكة التواصل الاجتماعي وتوظيفها ولي بلوك يعني المدونات الشخصية وغيرها، وشفنا كيفاش وظفوهم يعني في كثير من دول في حالة الضرورة. إذن التدخل هذا يعني لا من المحتمل يكون قائم. الشيء الآخر هو عندما قال ان فيه محاوله لفرض يعني على الحراك يعني ناطقين باسمه. اذا هذا معناه ان الناس اللي حابين يعني يكونوا ناطقين باسم الحراك يعني لم يخرجوا من رحم الحراك، وانما فيه محاولات لفرضهم يعني تمثيل الحراك بخطه. القضيه الاخرى هي انه عندما تكلم ان محاوله الفرض على الجيش تطبيق الماده 107 وهي الحاله الاستثنائيه، وواضح انه الحاله الاستثنائيه معناتها انهم رايحين اننا ندخلوا الجيش في صدام مع الشعب. وهنايا نوصل الى واش قال عليه الفريق قايد صالح، ان محاوله ضرب اللحمه القويه بين الشعب وجيشه. وعندما نضرب هذه اللحمه القويه فان في النهايه المستهدف مين؟ هو مستهدف المؤسسه العسكريه، المستهدف هو الجيش، لانه الجيش الجزائري الحالي تمكن من بناء نفسه واصبح جيشا محترفا وجيشا قويا. وهذه الوضعيه الراهنه اكيد انها مقلقه ومزعجه لكثير من الدول، سواء كانت الدول الاوروبيه يعني في الضفه الاخرى من المتوسط او حتى بعض الدول الجاره يعني عربيه وافريقيه. إذن الامور هذه لابد بالاضافه الى الثقه التي يحظى بها الجيش يعني لدى الشعب. وعن هذه النقطة عملية اللحمة بين كافة أفراد الشعب الجزائري نتابع تصريح الفريق قايد صالح حول تكاتف جهود الجميع لتسيير المرحلة الانتقالية، نتابع ثم نعود. وعليه تتطلب هذه المرحلة التاريخية والمفصلية الحاسمة، بل تفرض على كافة أبناء الشعب الجزائري المخلص والوفي والمتحضر تضافر جهود كافة الوطنيين باتباع نهج الحكمة والرصانة وبعد النظر الذي يراعي بالدرجة الأولى وأساس المصلحة العليا للوطن، والأخذ بعين الاعتبار أن تسيير المرحلة الانتقالية يتطلب مجموعة من الآليات يقتضي تفعيلها حسب النص الدستور، وأن تولى رئيس مجلس الأمة الذي يختاره البرلمان بغرفته بعد إقرار حالة الشغور منصب رئيس الدولة لمدة 3 أشهر بصلاحيات محدودة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. أود أن أؤكد في هذا الصدد أن سير المرحلة الانتقالية المخصصة لتحضير الانتخابات الرئاسية سيتم بمرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي سيسهر على متابعة تسيير هذه المرحلة، وذلك في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب وجيشه في جو من الهدوء. أقول في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم
لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية، كما يتعين على الجميع فهم وإدراك كافة الجوانب وحيثيات الأزمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما شقها الاقتصادي والاجتماعي التي ستتأزم أكثر إذا ما استمرت هذه المواقف والمطالب التعجيزية، بما سينعكس سلبا على مناصب العمل والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل وضع إقليمي دولي متوتر وغير مستقر، بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة من أجل تحقيق المطالب الشعبية والخروج ببلادنا إلى بر الأمان وإرساء واجبات دولة القانون والمؤسسات. إذن السيد الفريق يقدم تشريح ثم بعد ذلك يقدم تحذير. انعكاسات أيضا في حالة ما إذا تأزم الوضع أكثر، ثم يقدم الحلول الممكنة، وهي الجميع إشراك الجميع في المرحلة الانتقالية، وكذلك أن الجيش سوف يرافق هذه المرحلة. وكان أمس رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح في خطابه قد ذكر أو قد أكد على نقطة مهمة، وهي عملية التشاور مع الأحزاب السياسية وكذلك مع المواطنين. النقاش مفتوح. هو صحيح أن فيه تناغم بين خطاب قائد المؤسسة العسكرية ورئيس الدولة الحالي. هذا التناغم من أجل وصول بر الأمان في النهاية، تأمين البلد من المخاطر التي ذكرها، لأن في واقع الأمر هناك من يريد أن يعفن الوضع إلى أقصى درجة، وهي كان جزء التعفين كان دائما جزء من حالات الاختراق اللي تمت في الدول العربية. وثانيها اللي كانت في مسألة تسميم الرأي العام. وهو معبر أيضا عنه من خلال المطالب التعجيزية. تسميم وبالتالي فهو يقول للجزائريين من حقكم أن تطالبوا بدولة ديمقراطية شفافة، وهو يتحمل مسؤولية على كل حال في هذا الخطاب، يقول أننا سنتابع وعيننا سهرة على أن يكون هذا الانتخاب انتخاب تاريخي وليس انتخاب عادي تقليدي في مثل ما كان يحدث. وثالثها نظن بعدين سنتحدث عن مسائل إعادة بناء الثقة، ليس فقط بين الجيش والشعب، وهذه ضرورة وقد تكون ضرورة حيوية، إنما الثقة أيضا فيما سيحدث خلال 90 يوم من إجراءات وما سيصدر من قضايا تحل، وأهمها كيفية إشراك الطبقة السياسية في حوار وإن كانت فيه المزايدات، معليش، إنما تكون فيه الرؤية هي إخراج البلد من أزمتها السياسية والدخول، هذا هو المهم جدا جدا في تصوري، الدخول في مشروع الوطني المتجدد اللي على أساسه تنطلق العدالة وتنطلق التنمية وتفتح ملفات الفساد ونذهب نحو تطهير الدولة لتكون صرحا من صرح القوة الجزائرية، لأن في الخارج ينتظرون شيئا واحدا، كيف نضعف؟ نعم، الفكرة وصلت دكتور في خضري؟ في هذا المقطع هذا كاين تأكيد على نقطتين. النقطة الأولى هو أن الانتقالية يجب أن تكون في إطار أحكام الدستور، يعني وردت كلمة في الخطاب تتكلم على الصلاحيات المحدودة لرئيس الدولة. لذلك اليوم هذا النقاش الموجود في الحراك، والشعب الجزائري حر وشباب الحراك أحرار في أن يعبروا عن موقفهم حول رفض شخصية بن صالح، في الحقيقة هي في وجهة نظري أنه هذا النقاش ليس محل اعتبار. لماذا؟ لأنه رئيس الدولة هذا كما ذكر قائد الأركان هو بصلاحيات محدودة. رح نعدد لك فقط على سبيل المثال ما هي الصلاحيات التي لا يملكها رئيس الدولة. رئيس الدولة ليست له صلاحية العفو واللجوء إلى الاستفساء بنص المادة 91 فقرة 78، ليست له صلاحية تعيين أعضاء الحكومة، ليست له صلاحية تعديل أو إقالة الحكومة، ليست له صلاحية التشريع عن طريق الأوامر، ليست له صلاحية حل المجلس الشعبي الوطني، ليست له صلاحية المبادرة بالتعديل الدستوري، ليست له صلاحية اقتراح تعديل الدستور. إذن هذا المنصب هذا صلاحيته محدودة جدا، صلاحيته يعني محدودة تقريبا صلاحيته هي تسيير يومية الشأن العام
في إطار أحكام والمهمة الأساسية هي التحضير للانتخابات في مدة أقصاها 90 يوم. معناها ممكن أنها تكون أقل من 90 يوم في 4 جويلية، في حين أن الحلول السياسية قد تدخلنا في مرحلة انتقالية طويلة الأمد، وهذا فيه مخاطر كبرى على البلد. نعم دكتور العقاب. لا هي شوف، هي فعلا هي إلى رحنا الحلول خارج الدستور. يعني نستشف كلام من كلام القايد صالح أنها يعني مغامرة ومقامرة في نفس الوقت، لأن الحلول السياسية كما لاحظنا قبل قليل مستحيل أن يحدث عليها إجماع، ومن المحتمل أن تفتح الكثير من الملفات الخلافية اللي ما نقدروش نغلقوها كما قال الأستاذ، ما راناش ممكن نفتحوها بس ما نقدروش نغلقوها. وكم تسترقنا من سنة الآن، على الأقل ما استرجع نولي الحياة الطبيعية، الحياة الدستورية طبيعية سياسية، وبعدين الرئيس القادم عليه أن يفتح الملفات اللي يراها. والآن الحراك هو المطالب باختيار رئيس، هو المطالب بترشيح رئيس إذا كان لازم، وهو المطالب بمراقبة الانتخابات، وهو إذا كان حاب ينزل كل جمعة ينزل على روحه، ولكن في إطار هدف محدد هو انتخاب رئيس قوي ذو شرعية قوية. لكن في هذه النقطة الدكتور العقاب، الحراك الشعبي يعني يطالب اليوم يعني بإسقاط الثلاث باءات، يعني صلاحية أو محدودية هذه الأشخاص في تسيير يعني هذه الأطر الدستورية. أنا أقول لك الظرف استثنائي، ولأول مرة يعني تقريبا دخلوه بهذا الشكل في تاريخ الجزائر. أنا نركز على فكرة أساسية، هو أن معظم الشخصيات السياسية ومعظم الأحزاب السياسية طالبت الجيش بمرافقة هذا العمل. الآن الجيش أكثر من مرة قال أنا المرافق، خاص غير يقول أنا الضامن، كأنه قال أنا الضامن. إذا ما دام الناس طالباته على أساس أنه يكون مرافق ويكون ضامن، هو قال أنا مرافق وراني ضامن. الآن كاين حاجات مستحيل نقفز عليها. في القفز عليها ممكن يخلي الأطراف الأجنبية أو دول أجنبية أو منظمات حقوقية أجنبية تتهم الجيش بالتدخل في السياسة، وربما تتهمه بالانقلاب. ولاحظنا يعني حتى في وسائل إعلام أجنبية خاصة فرنسية وصلت واتهمت الجيش وقالت أنها طغمة عسكرية، هكذا سمتها بالحرف. يعني شيء غريب وشيء خطير. وعلى هذه نشعر وكأن القائد صالح يوجه بخطاب إلى الشعب، يقول له كن حذر وكن فطن. بن صالح مش أنا اللي درته، مقتضيات تطبيق المادة 102 هي اللي جابته، والوظيفة تاعه محددة والمدة محددة. اليوم تقريبا قوله 87 يوم، شحال بقوله؟ يعني 88 87 يوم، والأيام راهي تتأكل وتتسارع. أنا نشوف أنه لازم الجزائريين يكونوا فاهمين هذه القضية، يعني قضية حساسة وقضية خطيرة، ولازم نولي الحياة الطبيعية. أنا هذه من وجهة نظرية. نعم. وأحترم وجهة نظر جميع الناس. السيد خضري، هو مسألة التساؤل يعني طرحتي حول الباءات الثلاثة. نعم. هذه بدوي وبالعيز وبن صالح، هذه مسألة لازم نستوعب أيضا النتائج المترتبة عليها. معليش نقدروا مثلا لو ندخلوا في نقاش مع الحراك وهما أحرار لما يطالب بإقالة حكومة بدوي. السؤال المطروح، من يعين الحكومة الجديدة؟ من يعينها؟ هنا رئيس الدولة ليست له صلاحية تعيين الحكومة بنص المادة 104 من الدستور. إذا ندخل في حالة الفراغ، وزيد على ذلك هذه حكومة بدوي هي متغيرة لا محالة. عجلة التغيير بدأت، وبعد 90 يوم سيكون التغيير التدريجي في كل مؤسسات الدولة المركزية والمحلية. إذا احنا ربما نتعاطف مع شباب الحراك لما يطالبوا بتغيير الوجوه القديمة، ولكن لازم نفهموا إذا أقلنا أو استقالت حكومة بدوي كيف نعين حكومة جديدة؟ معناها ندخل في الفراغ. إذا كان يقولوا يستقيل رئيس الدولة، من يعين رئيس الدولة الجديد؟ لأنه في هذا هناك استناد للحراك الشعبي وحتى بعض الأحزاب السياسية، أنه عندما خرجت كل هذه الجماهير فإن السيادة تعود إلى الشعب. يعني قراءتكم لهذه الفكرة يعني وهذه المادة الدستورية؟ هو الشعب مصدر. نعم. الشعب مصدر كل سلطة. المادة 7 والمادة 8 تقول السلطة التأسيسية للشعب، ولكن في الفقرة الثانية وش تنص؟ أنا ننسى وربما الفقرة الثانية يمارسها عن طريق المؤسسات. احنا سلطة الشعب استرجعها بعد بداية الحراك في 22 فيفري. ولكن كيف نجسد هذا؟ لأن المادتين 7 و8 في الدستور وردتا تحت عنوان المبادئ التي يقوم عليها المجتمع الجزائري، معناها هي مبادئ.
كيفاش نطبقوها؟ هنا الاختلاف في وجهة نظر. الأطياف كبيرة من الحراك تطالب بالتغيير الفوري، التغيير الفوري، والبعض يطالب بالتغيير التدريجي. وهناك من يقول بأنه لا يمكن إحداث مرحلة التغيير برموز يعني النظام، ولكن ما هو الحل؟ معليش أنا أتفق مع الحراك باللي رموز النظام ليسوا غير مقبولين من في إدارة هذه المرحلة الانتقالية. أقلنا حكومة بدوي واستقال رئيس الدولة وأقلنا بالعيز. الحل من يعين؟ هل يمكن أن نتصور أن المعارضة تقدر تتفق على رئيس للدولة وتقدر تتفق على حكومة وهي التي لم تتفق لسنوات في اجتماعاتها المختلفة؟ إذن هنا راح يدخلنا في مرحلة انتقالية طويلة الأمد، وإحنا عندنا التاريخ ما ننساوش، المرحلة الانتقالية 91-95 دامت 4 سنوات وبصعوبات مريرة، يعني بصعوبات كبيرة. احنا لذلك نوضحوا أستاذ، احنا التغيير خلاص 22 فبراير، حراك 22 فبراير أحدث التغيير واسترجع الشعب سلطته، والتغيير آت لا محالة. يبقى في التوقيت أن التغيير الفوري هذه راح فيه مخاطر. أنا أقلنا حكومة بدوي، من يعين الحكومة الجديدة؟ معناها ندخل في الفراغ. استقال رئيس الدولة، من يعين رئيس الدولة؟ يعني إلى درجة أني تكلمت مع الأستاذ طايبي قلت له على الأقل مبرر وجود الحكومة اليوم، وزير الخارجية دار تصريح على الوضع في ليبيا. إذا أقلنا الحكومة معناها ندخلوا في الفراغ. إذا استقال رئيس الدولة، من يعين رئيس الدولة؟ إذا احنا نطمن ونوجه رسالة تنطئة من مواقعنا، يعني من مواقعنا يعني مختصين في القانون. التغيير آت لا محالة. يبقى أن التغيير الفوري الراديكالي يقدر يكون في أخطار كبيرة. نعم. التغيير الأمثل هو التغيير في إطار أحكام. نعم بسوء. خاصة أنه السيد الفريق يعني ذكر بالمكاسب التي حققتها الجزائر، يعني وأي انزلاق قد يؤدي إلى انعكاسات اجتماعية واقتصادية يدفع فاتورتها في نهاية المطاف هو المواطن. إيه أكيد أنه الحراك والمخاض دائما له ثمنه، والثمن قد لا نلمسه في اللحظة نفسها، قد ندفعه فيما بعد. وبالتالي في تصوري أن بما أن البلد والحمد لله أننا سرنا في الروح الدستور ومادته 102 أن الحل للقضايا والمعضلات وإن أتت من التعبير الشعبي سواء اليوم أو غدا فإن الآلات والأدوات تكون دستورية. بمعنى من يريد أن يصل إلى السلطة كان الصندوق هو الفيصل، ومن يريد أن يعبر عن رأيه كان الفضاء العام يعبر عن رأيه ولا أحد ينكر ذلك. أما المبالغة فيما يسمى باللغة لا شير اون شير بوليتيك، جو نو فو با اكس جو نو فو با ايغريك، أنا ما باغيش فلان وباغيش فلتان، أنت مين؟ من أهلك؟ باسم من تتحدث؟ من انتخبك؟ بمعنى في هذا الكلام، وإن كنت لا أتفق مع كثير من الذين يتحدثون عنهم، إنما الآلية الدستورية والآلية السياسية تقتضي أن الدولة يجب أن تشتغل بعقل الدولة وليس بمزاج العامة أحيانا أو بمناورات سياسيين. وعلى هذا الأساس يوجد أن نحتاج إلى خطاب أكثر واقعية، وإلى خليني أقول لك توتين بيداغوجي بوليتيك في البلاد هذه، الإعلام يقوم بها بالضرورة حتى نبعد بلدنا عن الرياح الهوجاء أولا، ونغرس، وهذا يبدو لي هو المهم، نغرس ثمار هذه التجربة اللي احنا رانا فيها لنبني الجمهورية الثانية على أسس لا تعود بنا إلى الأزمة التي عشناها اليوم وأجناها. خاصة أنه اليوم دكتور طيبي يعني والسؤال يعني موجه للجميع، أنه دخلنا أيضا بالإضافة إلى المسيرات الحراك الشعبي هناك أيضا إضرابات التي مست عدد من القطاعات، وهو ما يؤثر أيضا على السيرورة العادية لمصالح المواطنين. دكتور العقاب أنا سمحتني نكمل قول زملاء بسرعة. يعني الحراك الشعبي يعني حقق أهداف كبيرة، والله العظيم ما كانش واحد كان يتوقع أنها يعني تتحقق بسهولة. أهمها ما كانش عهدة خمسة، ما كانش تمديد العهدة الرابعة، ذهاب حكومة أويحية، الشروع في محاربة الفساد، هذه ربما لو كان اللي قالها له تولي سيدة بوليتيك فيكشن، تولي أفلام خيالية، ولكنها تحققت. أنا نقول له كان ماشي بالحراك الشعبي ممكن العهدة الخمسة تمشي، وممكن حتى ما بعد العهدة الخمسة تكون عهدة سادسة بطريقة واحدة أخرى. إذا
الحراك الشعبي حقق نتائج كبيره ما نقدرش نبخسها. الان بقات بعض المتغيرات، انا نشوف هنايا هذيك المتغيرات هذيك تم تغذيتها من طرف مجموعه من الاطراف. مثلا قضيه الحكومه اللي تفضلت انت قبل قليل، قلت انت ما نقدرش نطبقوها. المعارضه تقول لك لا، تقول لك انا اللي دخل الماده 7. ولكن الاشكال اللي تطرح هنايا انهم طالبوا بحل الحكومه تولي غير موجوده، وطالبوا كذلك بحل البرلمان يولي غير موجود، وبالنهايه يولي كما تسال الاستاذ من يعين ماذا. وهنا نوصل الى حاله الصحراء، الى حاله التصحر، وندخل في متاهات ما نقدرش نخرج منها. القضيه الاخرى اللي نحب نزيد نتكلم عليها انه الخاسرين من الحراك، لانه هذا الحراك الشعبي اللي خرج ربح فيه هو الشعب. الشعب هو اللي خرج الربح الاكبر. الان الخاسرين من الحراك من رجال اعمال فاسدين ومن سياسيين اللي خايفين على مستقبلهم وما يلقوش حتى موقع. هذا الناس في هذه النقطه بالذات. تفضل دكتور العقاب. الخاسرين من الحراك مستحيل يخليوا الحراك يوصل الى نتائج كبيره. اعود اليك لتحليل هذه الفكره، لكن بعد الاستماع لتصريح الفريق احمد قايد صالح حول هذه النقطه بالذات وفتح العداله لملفات الفساد القديمه والجديده، نتابع ثم نعود للنقاش. وفي هذا الشان تحديدا فاننا نشير إلى أن العدالة وقد استرجعت كاف صلاحياتها، ستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات، على متابعة كل العصابة التي تورطت في قضايا نهب المال العام واستعمال النفوذ لتحقيق الثراء بطرق غير شرعية. وفي هذا الصدد ليطمئن الرأي العام أن الأمر سيمتد كذلك في ملفات سابقة كقضايا الخليفة وسوناطراك والبوشي وغيرها من الملفات المتعلقة بالفساد التي تسبب أصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة. وأود بهذه المناسبة أن أجدد التذكير بأنني قد التزمت شخصياً بدعم الشعب في هذه المرحلة الهامة والوقوف إلى جانبه رغم ظهور بعض الأصوات الناعقة في الداخل والخارج ممن يزعجهم التلاحم القوي بين الشعب وجيشه، وسيثبت تاريخ صدق أقوالنا ومساعينا وأنه لا طموح لنا سوى خدمة بلادنا والسهر على أمنها واستقرارها، وستخيب كل أمالهم ومناوراتهم الرامية المساس بصمات ومصداقية الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل رغم كيد الكائدين سندا قويا لشعبه في المحن والأزمات في إطار أحكام دستور وقوانين الجمهورية، وأن ثقتنا كبيرة في تفهم شعبنا وإدراكه لحساسية الوضع وتغليبه المصلحة الوطنية، وسيتمكن وطننا بإذن الله من خروج بالخروج من هذه الأزمة منتصرا كما عهدنا. إذن هو تصريح يعني فيه تأكيد كبير، وهي الخطاب الثاني الذي يذكر فيه الفريق العصابة التي نهبت المال العام. يعني وعندما نتحدث عن العصابة فإن لها مدلول قانوني وكذلك مدلول سياسي، تمام. وكذلك يتحدث عن تلاحم يعني الشعب مع الجيش. أعود إلى الدكتور العقاب. يعني عندما باختصار فقط الفكرة اللي كنت فيها، قلت لك الخاسرين من الحراك مثل رجال المال والاعمال الفاسدين، لانه مش كل باش نوضح للمستمعين والمشاهدين، مش كل رجال المال والاعمال الفاسدين، فيهم كثير من طيبين والاخيار اللي راهم يساهموا بجد يعني في كيفاش نقولوا في تنميه البلاد، في تنميه البلاد وتوفير مناصب الشغل والمساهمه في الدخل في الناتج الداخلي الخام، يعني كثر. ولكن الاقليه يعني الفاسده ينبغي محاكمتها. هؤلاء الفاسدين والخاسرون من الحراك بمقدورهم ان يفعلوا اي شيء حتى ينحرف الحراك عن اهدافه الحقيقيه. وعلى هذا الاساس نلاحظ ان الشعارات تتغير والمطالب تتغير حتى يتم تمييع المطلب الاساسي الذي خرج الحراك من اجله واللي هو من وجهه نظري تحقق. بقت قضيه واحده لم تتحقق، وهي انتخاب رئيس قوي وشرعي يخرج بشرعيه كامله. القضيه الاخرى اللي نحب نزيد نقول عليها،
انه ما اشار اليه القايد صالح يخلينا نشعر وان وكان محاربه الفساد وتطبيق الماده 102 باللجوء الى الانتخابات يعني عملان اليوم جهه واحده ما نفصلوش بيناتهم، وكانها رساله طمانه الى الراي العام. علاش؟ لانه اليوم احنا نمشي في الشوارع استاذ تتلقى مع المواطنين واش يقول لك؟ يقول لك فلان نحاولوا جو السفر ولا لا؟ فلان منعوه من السفر ولا لا؟ فلان رفض الاقامه الجبريه ولا لا؟ المواطنين يعرفوا الفاسدين، وكلما شعروا انهم ممنوعين من السفر، انهم يعني محل متابعه قضائيه، انهم كذا وكذا، تزيد الطمانينه وتزيد الثقه. السؤال واحد اخر اللي كنت طرحته نمر عليه مرور الكرام هو اضراب الاساتذه. اضراب الاساتذه في هذا الوقت انا والله صراحه اراه لا مبرر، يعني صباح الدين اولادنا يقراوا، على التسعه رحنا جبناهم. يعني حتى المبرر من المبرر يعني غير معقول يعني. المدلول القانوني ربما لهذا الاجراء السيد خضري. اتصاليا وتحت رقابه الاستاذ العقاب السيد قائد الاركان استعمل لغه الحراك لما وصف يعني الزمره هذه التي يعني استولت على الحكم بالعصابه، فهو يتكلم بلغه الحراك وكانه يؤكد للمره يعني الالف ان الجيش والحراك والشعب في خندق واحد. وهذه مكافحة الفساد بهذه الطريقة هي انتصار تاريخي للحراك. هذه هي الانتصارات التاريخية اللي حققها الحراك، أنه كاين إرادة اليوم فعلا لمكافحة ظاهرة الفساد. وأنا كنت كتبت مقال طويل حول عشرية مكافحة الفساد، يعني لازم لنا وقت من أجل مكافحة الفساد. ولكن السيد قائد الأركان أكد على أنه لا مجال لقاعدة عفى الله عما سلف، يعني كل من تسبب في ارتكاب جرائم الفساد خاصة في الملفات الكبرى الخليفة اللي عرفناها خلال السنوات الماضية أو سوناطراك أو البوشي أو ملفات أخرى، هو موجود تحت سلطة القضاء وانتهى عهد الضغط على القضاة من أجل إصدار أحكام لصالح فلان أو لصالح فلان. اليوم إذا قدرنا صح فعلا أننا نحقق استقلالية القضاء رانا وضعنا اللبنة الأولى في بناء دولة القانون والمؤسسات، وهذا إنجاز تاريخي للحراك. النقطة الثانية المهمة هي أنه السيد قائد الأركان قال لا طموح لي سوى المحافظة على الشعب الجزائري ووحدة وسيادة الشعب الجزائري. وهذه رسالة، هذه رسالة سياسية على خاصة البعض ليروجون لفكرة أنه الجيش عنده أجندة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. هو أكد أنه الجيش ما عنده حتى أجندة، الهدف الوحيد نتاعو هو سيادة الشعب، تطبيق المادتين 7 و8، وأن الرهان الحقيقي اليوم اللي لازم يلتف حوله كل فعالية الحراك والأحزاب السياسية وكل أطياف الشعب هو العمل على انتخابات رئاسية حرة ونزيهة ننتخب فيه رئيس للجمهورية كامل الشرعية. نعم دكتور طيبي، يعني في هذه النقطة يعني هو من تفعيل دور العدالة وكأن بهذا الحراك الشعبي لم يحدث تغيير في النظام السياسي، ولكنه حرر حتى مؤسسة الجيش يعني من الضغوطات ربما التي كانت يعني للتدخل في سير العدالة. تعرفي إشكالية الفساد واكبت السياسة العامة منذ تقريبا 15 سنة، وانشئت لها هيئات ومؤسسات ولم تستطع احتواء المشروع السياسي الفاسد، لأن السياسة ارتبطت بالفساد عن طريق رشوة النواب ورشوة غير ذلك. سياسة شكارة يعني. وبالتالي هذا الملف نتاع الفساد هو مفهوم في الأساس سياسي وليس فقط مالي، وطرحه من طرف المؤسسة العسكرية، وهذه ظاهرة وحيدة في العالم أن الجيش يتكفل بمسألة إصلاح أخلاق الدولة عكس ما حدث في الدول الأخرى. ولهذا الباب في هذا الملف هو الحجر الأساس للجمهورية الثانية، لأنك لا يمكن لك أن تغيري وتجددي بدون أخلاق دولة. وعلى هذا الأساس والإخوان اللي يتكلموا على التغيير وتغيير الوجوه، هذه عملية ستأتي عن طريق القانون وليس عن طريق تصفية الحسابات. زول انت ونجي انا في بلاستيك، لا، هذه آلية الدولة ستسهر عليها العدالة. ونقول لك يعني وهذا أقولها دائما أن ممكن من الأسباب الكبرى التي خنقت مصداقية الدولة وقلصت فعالية الأداء الحكومي هو الضعف الذي انتاب المسألة مؤسسة العدالة. وبالتالي أنا في تصوري الآن هناك إشكالية تطرحها الجيش يجب أن ننظر إليها من باب أنها حجر للبناء،
يبقى على السياسيين. انا متفاجئ يعني بصراحه، انا نتابع قاده الاحزاب السياسيه ولا واحد يتكلم على هذه القضايا ولا واحد يثمنها، يمشي مباشره لقلب منظومه الحكامة الدستورية من أجل وضع حكامة لا أساس دستوري لها ولا حتى منطق سياسي، من باب أن من يأتي ومن يؤتي بمن يأتي، وندخل في مثل ما تقول الأساتذة في المبهم السياسي. وبالتالي البانة يبدو لي أن بناء الدول اليوم عنده قواعد، والشعب بقدر ما أنه عنده الحق يطالب، من واجبه يفهم ضرورات السياسة وضرورة الدولة، ومن أهمها في الضرورات هي الأخلاق السياسية التي دنست من خلالها الدولة، ودنست القيم وخاصة القيم الوطنية. نعم، التي دنست بشكل كبير. لكن في السياقات الحالية دكتور طيبي، والسؤال يعني مطروح للجميع، يعني كيف أو ما هي الآليات لإرجاع يعني التفكير العام للشعب الجزائري لهذه الأطر الدستورية، يعني في ظل يعني هناك يعني بعض المزايدات، هناك بعض الحسابات السياسية، هناك بعض السياسة المزايدة قائمة في المساواة. إنما دور النخب الآن، لأنك سؤالك مهم، النخب في توجيه الرأي العام بطريقة موضوعية أولا، وبرؤية التغيير الاستراتيجي والعقلاني، وليس من باب الشعوبية أو الشعبوية السياسية. لأننا أنا معك أن البلد الآن ناقص على مستوى مسمى بإنتاج الخطاب السياسي الفكري الذي يعطي لهذه العملية الشعبية والمجتمعي يعطيها كل معانيها، لأنه فيه تأكيد على نهج الحكمة والرصانة وتغليب مصلحة العليا للبلاد. سيد أنا أعتقد أنه الوصول إلى إقناع يعني ولو جزء معتبر من الشعب بفكرة أو بطرح الانتقالية في ظل أحكام الدستور لا يكون إلا بأمرين أو ثلاث أمور. أولا يجب أن نفتح قنوات حوار مع ممثلي الحراك. حان الوقت الآن، حان الوقت أن الحراك يكون عنده ممثلين وممثلين. كيف يعني كل يعني هناك الملايين وممثلين كلهم اليوم لا مجال لعقد اجتماعي. لو كنا نقدر نطبق نظرية العقد الاجتماعي ويجتمعوا الجزائريين في مكان واحد وننتخبوا رئيس لفعلنا ذلك، ولكن هذا مستحيل. اليوم الحراك نفسه مطالب بأن يقدم ممثلين وممثلين حقيقيين، لأننا سمعنا في الخطاب تاع قائد الأركان هو يتكلم أكيد على معلومات استعلاماتية وأمنية، أنه كان هناك البعض ممن يحسبون على الحراك ويعملون لأجندة أجنبية. إذن حان الوقت اليوم في هذه المرحلة أنه الحراك يكون عنده ممثلين، وأنه ندخل السلطات اللي راهي تتكفل بالمرحلة الانتقالية تدخل معهم في حوار مباشر، وتكلم رئيس الدولة على الحوار مع الجمعيات المواطنتية، يعني حركات المجتمع المدني أو ممثلي الحراك. والنقطة الثانية أيضا اللي نشوفوا أنها مهمة، لازم النخبة تلعب دورها. حان الوقت أيضا أنها النخبة، لأنه رانا نسمع في الكثير من الشعبوية للأسف الشديد، نسمع الآن يعني مع احتراماتي لبعض الحقوقيين، حقوقيين يفضلون أو يقدمون أطروحات سياسية على حساب الأطروحات الدستورية، يعني كحال الطبيب الذي يفضل الشعوذة على الطب. يعني الحقوقي المفترض أن يؤمن بالحلول الدستورية والحلول الحقوقية. إذن النخبة عندها مسؤولية تاريخية، لازم تظهر في شبكة التواصل الاجتماعي، لازم تظهر في وسائل الإعلام وتقدم طرح هادئ، لأنه المواطن الجزائري، الشاب الجزائري في الحراك يحسن الاستماع. نعم، يحسن الاستماع إذا تكلمنا معه بمنطق هادئ، بمنطق عقلاني، بمنطق يعني مقبول، أكيد راح يتقبل الفكرة هذه الأفكار، أنه المرحلة هذه مجرد مرحلة انتقالية 90 يوم، والرهان هو الرهان الحقيقي، الهدف الحقيقي هو انتخابات رئاسية نزيهة ننتخب فيها رئيس جمهورية بشرعية كاملة. وأنا يعني استبشرت خيرا بتاريخ الانتخابات، يعني 4 جويلية راح يكون الإعلان على النتائج، في 5 جويلية يعني يوم الاستقلال إن شاء الله يكون استقلال ثاني للشعب الجزائري بمعنى آخر. نعم دكتور العقاب، إضافة في هذه النقطة وكلمة أخيرة. نقول لك انه صح، يعني واش قال واش تفضلوا به الاساتذه، هو انه النخبه يعني من الغرائب واش شفنا وما افرز الحراك
هو انه نخبه اساتذه جامعيه برتبه بروفيسور ما سمعتش واحد انا يقدم اقتراحات ولا يقدم قراءات منطقيه، يعني كلها مزيدات يعني. وهذه صراحه هذه ما تصحش وتمس بمصداقيه الجامعه ومصداقيه الخبراء، خصوصا انها تسهم يعني في توجيه الراي العام، وهذا يعني مهم جدا يعني. لا هي بدل مسؤوليه الكلمه امام الراي العام، لانه بدل ما ان تكون النخبه هي تلعب دور المثقف العضوي توجه اصبحت موجهه، وبدل ما تكون مغذيه اصبحت تتغذى من الحراك، وهذا يعني وهذا مشكل حقيقي قائم. ولكن مع ذلك انا نحب نقول حاجه، من خلال احتكاكنا بالشعب يعني في كل مكان، الشعب كما نقولوا بالدرجه عارف وين يدفن بابه. الشعب في نهايه المطاف يفهم، لانه علاه؟ لانه فيه معلومات تاتي من كل مكان، والشعب عنده القدره على الفرز. انا نحب نزيد نتكلم شيء اخر، هو انه ليس كل ما يصدر في شبكات التواصل الاجتماعي هو حقيقه، لانه الان فيه قدره تكنولوجيا المعلومات على تزوير المعلومات، يعني على يعني ربما بث صور فيديو ملفقه، خاصه انه الفيك نيوز يعني الفيك نيوز الفيك نيوز اصبحت الان خطيره. والشعب ما لازمش، انا نقول له ما لازمش تصدق كل حاجه موجوده في شبكات التواصل الاجتماعي، لابد انك تتريث، لابد انك توازن، ربما تتصل باصدقاء تتناقشوا على المضمون. ربما هذه النقطه ككلمه اخيره هي من محاسن هذا الحراك الشعبي، يعني الاطلاع، وكذلك يعني الشعب الجزائري كله اليوم يعني يعرف المواد الدستور، يعني وهي صحيح امور يعني مهمه جدا، خاصه انها سوف تكون يعني هذه هي لبنه اساسيه في المرحله المقبله، حتى يكون المواطن الذي كثيرا ما تحدثنا عنه غائبا عن ما يجري في البلد. باختصار فقط لانه الوقت، اختصر الامر ان الارض اذا زلزلت الارض زلزالها خرجت قالها. نعم. فالشعب الجزائري أخرج كل ما كان مخزون أو مخزن أو كان مضغوط، كل أخرجه، والآن يعبر بطريقة غريبة عجيبة. إنما وأنا أتابع حتى التنكيت، حتى لغة هناك النهم في القراءة، يعني فيه نوع الأنسنة الخطاب الشعبي. إنما كاين أمر لازم نقوله، أن الحراك الشعبي ليس حزبا، والفيسبوك ليس حزبا، إنما هذه لحظة تعبيرية ضاغطة إيجابية، كما أن سينيال دالارم للأهل القرار السياسي. نعم. لأن الآن الموجة شوف أنت فرنسا شحال عندهم هم يخرجوا للشارع، 21 أسبوع، في دول أخرى هكذا. أي صناعة الأمصار الآن بقدر ما تحتاج إلى الضغط الشعبي تحتاج إلى الفكر البناء وإلى الرؤية وإلى استراتيجية. لكن اختلافنا مع الفرنسيين هو أن الجزائريين كانوا سلبيين طيلة هذه السبعة أسابيع، وكذلك يعني هناك شغف كبير بالاهتمام بالمسائل الدولة، وكذلك هناك يعني حرص على المحافظة على الوطن. لو كان نصل نص دقيقة ربع دقيقة، لو كان نصل من هذا الحراك إلى بلورة مفهوم جديد للدولة الوطنية، نكون قد انتصرنا وندخل التاريخ على فكرة. شكرا دكتور محمد طيبي، البروفيسور والمفكر في الأمور الاجتماعية والسياسية. شكرا أيضا للدكتور محمد العقاب، أستاذ الإعلام بجامعة الجزائر 3، وكذلك الشكر للدكتور خديري حمزة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المسيلة. والشكر موصول لكم مشاهدين على كرم المتابعة، في أمان الله. يعطيكم الصحة.